السلام عليكم، يا اهلا وسهلا، حياكم الله. عاد انتم موعدين دائما، ما اكون فاضي للفيديوهات الا لما قبل ما تغيب الشمس بشوي، لانه طول الوقت انا شغال والله، لكن الوقت هذا حق الهدوء والبريك. ان شاء الله الصوره واضحه. هذا بس نوعيه من الخيار، انطلب منا، جانا طلبيه قبل فتره انه نزرع، ربما محتاجينه بعض الناس للتخليل وزي كذا، ففي جتنا طلبيه طلبوا منا نزرع لهم، فنفذنا الطلبيه. بدينا الان ان شاء الله بالانتاج، والله صار لنا فتره ننتجهم لكن ما صار لي وقت اني اصور هذا الخيار اللي خاصه. طبعا هنا حجم كبير، فبعض الناس يطلبونه، انا ما اعرف، انا اعرف الخيار اللي خلل بالحجم هذا صغير، هم يطلبونه يوصل للحجم هذا، احنا ما نقول لهم لا، ننفذ لهم طلباتهم. هذا هو طبعا عشان تعرفوا الخياره، هذا الخيار العادي طبعا تعرفوه، لكن هذه المجموعه للمقارنة حطينا الخط هذا برضو، الخيار العادي هذا صنف أمير، الخيار العادي هذا الصنف المخلل هو حلو بالحجم هذا، لكن بما أن الناس يطلبوه حجم أكبر نلبي لهم طلباتهم ولا همهم. وبرضو أنتم عشان تتعرفون على الأنواع وأشكال الخيار ترى مئات الأنواع والأشكال والأصناف. طبعا هذا كله تبع المخلل، فما شاء الله تبارك الله زي ما أنتم شايفين، شوفوا ما شاء الله كمية التزهير، تزهير عالية جدا، الإنتاجية والعقد ما شاء الله تبارك الله يعني مقبولة جدا، خصوصا احنا بالموسم الصقيع الحين، موسم الثلج يعني، فحلو الحمد لله جاب نتيجة جيدة. هذا الخيار العادي برضه احنا نأمل لهم طلباتهم، بس انما الخيار العادي هذا للتسويق، تسويق في الأسواق العامة يعني. هذه الفكرة بس اللي حبيت أوضحها لكم اليوم، ومع السلامة.